الثالث المسؤولية المدنية وأنواعها، المحور الثاني المسؤولية العقلية والمسؤولية التفسيرية، المحور الثالث أوجه الاختلاف بين المسؤولية العقلية والمسؤولية التفسيرية. وقد شجرت في عدة نقط ولن أكررها لأن الوقت يزاحمنا ويداهمنا. سوف نستمع إن شاء الله إلى مداخلة أخرى من نوع آخر، سوف في موضوع أوصاف الالتزام الشرط والأجل نموذجا، سوف يتفضل بها فضيلة الدكتور الأستاذ الجليل هشام المراشي، وهو أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمدينة الجديدة جامعة الشعيب الدكالي. الأستاذ له عضوية داخل المستقى وخارجها، له منشورات علمية مفيدة في مجلات محكمة، له مشاركات عديدة في ندوات علمية ودورات تكوينية، محاضر بهيئة الرباط سابقا، محافظ مكلف بالتحقيق سابقا، مدير المجلة مدير المجلة المغربية للبحث القانوني. فليتفضل الأستاذ هشام المراشي مشكورا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في البداية لابد من توجه جزيل الشكر إلى كل القائمين على هذه الندوة، على هذه الدورة التكوينية المباركة، إلى جامعة السيد محمد بن عبد الله بمدينة فاس، وكذلك إلى السيد عميد كلية الشريعة والسيد عميد كلية الحقوق بفاس، وإلى جميع الأساتذة الأفاضل كل باسمه وصفته، وإلى طلبتنا الأعزاء والذي أعتبر نفسي طالبا إلى جانبهم، فصفة طالب العلم لا تفارق الإنسان إلى مماته. هذه الدورة التكوينية هي مجرد نصائح، على اعتبار أننا الآن نحاور النخبة الذين يستعدون للمباراة، وبالتالي سأحاول أن أكون مختصرا لإعطاء بعض الإرشادات وكيف التوجيهات من داخل النظرية العامة للالتزام. وكما قال الأستاذ الأفاضل وأؤكد، للأسف مناصب التوظيف في جميع المباريات حاليا وعدد المترشحين كثير، بالتالي فالجواب الصحيح لم يعد كافيا للنجاح، فلا بد من الجواب المتميز. الإجابة الصحيحة غير كافية، لهذا سنبحث عن الدوام عن التمييز. سأقتصر على نظرية عن الالتزام باعتبار العمود في قانون التزامات العقود، سواء في الشق المتعلق بالمصادر أو في الشق المتعلق بأحكام الالتزام. من بين أحكام الالتزام الأوصاف، وخصوصا الشرط والأجل. بخصوص الشرط، وسنكون بعيدين كل البعد عن النظريات الفقهية، مع احترام من الأستاذ الفقهاء والأستاذ الأساتذة الذين كتبوا وأبدعوا، ولكن على اعتبار خصوصية المباراة وعلى اعتبار أننا في نظرة تكوينية، فيجب أن نكون أمام النص القانوني، وهذا هو طبق في المستقبل، لأننا نتحدث مع قضاة المستقبل إن شاء الله، نعملهم صلاحية تفسير النص القانوني، لأن النص القانوني عندما يكون غامضا، فالقضاء هو السلطة الوحيدة الأولى المخولة لتفسير النص. فبالنسبة للشرط، نلاحظ أن المشرع تولى تعريفه دقيقا في الفصل 107 من قانون التزامات العقود بقوله: هو تعبير عن الإرادة يعلق على أمر مستقبلي وغير محقق الوجود. بالتالي إذا كان السؤال مثلا في الشرط، فلا بد أن تتحدث عن النقطة الأولى أن المشرع قام بتعريفه، هذا دقيق، لأن وجدت على كما ندرسه أن غالبا المشرع يتفادى التعريفات، لكن في هذه المرحلة في هذه النقطة المشرع عرف، لأنه وربطه على خاصيتين اثنين، إذا لم توجدا لا يمكن أن يوجد الشرط، وهو أنه أمر مستقبلي لا يمكن أن يكون في الماضي ولا يمكن أن يكون في الحاضر، وأمر غير محقق في الوقوع، يعني في هو غير محقق، قد يقع أو لا يقع، لأنه إذا كان محققا لا نتحدث عن الشرط، وإلا ما سنصبح نتحدث
نتحدث عن أجل، وهذا تمييز دقيق بين الشرط والأجل. ثم بعد التعريف وهذه الخاصيتين التي يجب أن تتذكرها، ننتقل إلى مسألة أخرى، وهذه بين قوسين هي معلومة فقهية، أن المشرع في قانون الزمن كان صارما بل كان شديدا، لأنه تحدث عن أبطال الشرط في مجموعة من الفصول 108 109 110 111 112. وعندما يتحدث عن أبطال الشرط نلاحظ أولا، الملاحظة الأولى، أن المشرع يرتب أبطال الالتزام، لأنه دائما يستحدث السياق الزمني. إذا اطلع على القوانين الجديدة المستخرجة أو التي ولدت من رحم قانون التزام التوقف في الشريعة العامة، نلاحظ أن المشرع غير الأمر ولم يعد يتحدث عن بطلان الالتزام، وإنما يتحدث عن بطلان الشرط إذا كانت عصبية، كمثال المادة 19 من قانون حماية المستهلك، أو المادة 19 من مدونة التسميات، أو كذلك ما ورد في بيع العقار فهو إنجاز، عندما يشترط المنعش العقاري على المستهلك ألا يقيد ذلك البيع تقييدا افتراضيا. فالمشرع لا يتدخل ويقول إذا كان شرط تعسفي هذه القوانين فإن الشرط باطل، ولكن الالتزام يبقى صحيحا. في قانون التزام العقود في هذا الفصل لا يتحدث المشرع، بل يتحدث عن البطلان ويقول إذا كان الشرط باطلا فإن الالتزام يكون باطل. النقطة الأولى. السؤال الثاني، ما هي هذه الشروط التي تصدر لنا الالتزام كاملا؟ يمكن أن نجملها في خمسة شروط. أولا، الشرط المستحيل. كل شرط كان مستحيلا يكون باطلا، سواء كان استحالة قانونية أو استحالة مادية. الشرط المستحيل شرط باطل يؤدي إلى بطلان الالتزام. أولا، الشرط المخالف للأخلاق الحميدة، يعني إذا كان شرطا مخالفا للآداب العامة والأخلاق الحميدة، مثلا اختراع منزل وكان من الشرط أن يستخدم ذلك المنزل أو تلك الشقة في أعمال منافية الأخلاق أو الآداب العامة، فالشرط باطل والالتزام باطل. ثالثا، الشرط المخالف للقانون، تطابق على المشرع في فصل 108 من قانون التزام العقود. الشرط كل شرط مخالف للقانون، سواء كان قانونا خاصا أو مخالف للقوانين العقارية أو المدنية، يعتبر شرطا باطلا يبطل لنا الالتزام. والشرط الرابع الذي يحد من حقوق طبيعية للإنسان، وأكيد تعرفون القرار الشهير للمجلس الأعلى محور النقد الحالي سنة 83 الذي اشترط على أحد المضيفات أن لا تتزوج، اعتبر القضاء أن ذلك الشرط باطل. وهنا بين قوسين خلينا نلخص الفكرة، نلاحظ أن القضاء 83 وهذا الاجتهاد كان رائعا، لم يقرر المشرع بطلان الالتزام، قرر لم تقرر بطلان الالتزام، قرر بطلان الشرط مع بقاء الالتزام حماية لتلك الأجيرة حتى لا تتضرر. هنا كان نعتبر هذا القرار كان اجتهادا، لأن النص يقول بطلان الشرط يؤدي إلى بطلان الالتزام. إذا الشرط الذي يحد من الحقوق الطبيعية للإنسان، كذلك الشرط المنافي لطبيعة الفعل القانوني. إذا توفرت حالة من هذه الحالات أو شرط من هذه الشروط، سواء منافي للقانون أو الأخلاق الحميدة أو الشرط المستحيل، فإن الشرط يعتبر باطلا ومبطلا للالتزام. نتحدث عن البطلان لا عن الإبطال، وهذا تمييز دقيق. أكيد تعرفون أن الالتزام الباطل لا يصحح، لا يمكن تصحيحه، بخلاف الالتزام القابل للإبطال. إذا المشرع يتحدث عن البطلان. هنا نضع تساؤل، هل يمكن تصحيح هذا الالتزام الباطل؟ والأصل لا، لكن المشرع قد يستثني كما في حالة واردت في الفعل المنافي للفعل القانوني أو الشرط المنافي لطبيعة الفعل القانوني. فالمشرع يقول في فصل 110، ومع ذلك يجوز تصحيح هذا الالتزام إذا تنازل صراحة عن من تمسك الشرط لفائدته. ومع ذلك المشرع يعرف أنه يتحدث عن البطلان، ويعرف أن البطلان لا يمكن تصحيحه، فالعقد الباطل هو العدم سواء، لكن كان ذكيا يقول المشرع في الفقرة الأخيرة من فصل 110، ومع ذلك يجوز تصحيح هذا الالتزام، شرط أنك تزني على الشرط المنافي لطبيعة القانون. مع ذلك
فإن الشرطة تعتبر باطلاً والالتزام باطل. هذا كقانون التزام العقود، لكن قد نتميز في الجواب ونستحضر أن المشرع في القوانين الجديدة لم يعد يرتب بطلان الالتزام وإنما يرتب بطلان الشرط. المثال الحي هو المادة 19 من قانون الإمام المستهلك، أن الشرط تاع السفن يعتبر باطلاً والالتزام يعتبر صحيحاً. نقطة أولى. ثم مسألة مهمة ودقيقة نتطرق لها في هذه المسألة، أضيف مسألة أخرى، شرط غير ذي فائدة. كل شرط غير ذي فائدة يعتبر شرطاً باطلاً. ومن تطبيقات هذا، وهذه المسألة بين قوسين، أنا عندما نقرأ قانون التزامات العقود أو نقرأ كما قال أستاذ ابن الكبار الفقهاء لدينا، نستحدث السياق الزمني. قانون التزامات العقود وضع 1913، كان هو الشريعة العامة، مبدأ سلطان الإرادة، الشريعة المتعاقدين. الآن نظرة توجهية أخرى، نظرة تحول الاقتصاد الاجتماعي، فنجد هذه نفس القوانين الحديثة. مثلا من تطبيقات ديال الشرط غير ذي فائدة التي وجدتها، المادة 48 مدونة الأسرة، تقول الشروط التي تحقق فائدة مشروعة لمشترطها تكون صحيحة وملزمة لمن التزم بها من الزوجين. بخلاف المادة 49 تحدث عن الشروط الدرجية بصفة عامة، جاءت المادة 48 أنا أعتبرها تطبيق لهذا الفصل 111 للفصل 111 من قانون التزام العقود. ماذا يقول؟ يبطل ويعتبر كأن لم يكن الشرط الذي يبرأ ولا فائدة فيه بما. أي شرط؟ يعتبر كأن لم يكن. إذا المادة 48 من القصر ماذا تقول؟ الشروط التي تحقق فائدة مشروعة لمشترطها تكون صحيحة. هذا ما يتعلق بصفة عامة لبطلان الشرط. ننتقل الآن إلى صور الشرط، فهو معروف كما تعرفون، الشرط إما أن يكون واقفا وإما أن يكون فاسخا. فالشرط الواقف هو الذي يتوقف عليه وجود التزام تطرق له المشرع في الفصل 117 من قانون التزامات العقود. والشرط الفاسخ الذي يتوقف عليه زوال الالتزام. ومن أمثلة الشرط الفاسخ استسمح لكم أدخل مرة إلى القانون العقاري، ما كظاهرة 1972 متعلق بالإصلاح الزراعي الذي تخول من ملك الدولة ملك خاص تعطي بعض الأراضي لبعض الملاكين أو بعض الفلاحين شريطة إحلاءها واستثمارها، فتكون ذلك العقد مبني على شرط فاسخ. إذا لم يتحقق فإن الالتزام يقوم تعاد الملكية إلى صاحبها. ثم مسألة مهمة نميز في هذه النقطة هو أن المشرع كان ذكيا. هناك بعض النظريات الفقهية تقول ما مصير العقد الالتزام المعلق على شرط واقف. هناك من يقول أنه هذا النظرية الفقهية، هناك من يقول أنه التزام غير موجود إلى أن يتحقق الشرط. أنا أقول أنه التزام موجود إلا أنه هذا ليس رأي الأخ سيد محمود الجزري رحمه الله وكبار الفقهاء التوشيخ، هو التزام موجود لكنه غير نافي، لأننا يجب أن نميز بين الوجود والنفاذ. العقد موجود، الالتزام موجود، ولكن متى يبدأ سرايا العقد؟ متى يلزم العقد الرهيب؟ عند تحقق الشرط. إذا الالتزام موجود لكنه غير نافي. فالشرط لا يجيب لنا الالتزام وانما يخول لنا مساله نفاذ الالتزام. هذه اهم النقاط التي اردت ان اناقشها معكم في مساله الشرط في قانون التزامات العقود. ثم الوصف الثاني الذي يلحق في قانون العقود بالاوصاف هو الاجل. فطلب له كذلك المشرع على الشرط، وكان المشرع منهجيا جاء للاجل. قلنا عن الشرط انه امر غير محقق الوقوع بخلاف الاجل، فهو امر محقق الوقوع وقد يعلم تاريخه وقد لا يعلم تاريخه. ومن هذا التفسير قسم الفقهاء انواع الاجل، فهو اما الى اجل معين، يعني كان الاجل محددا، ونقطه بين قوسين المشرع لم يعرف الاجل بخلاف الشرط. عرف المشرع فصل 107 من قانون التزامات العقود، اما الشرط فان المشرع ان الاجل فان المشرع لم يعرفه. ثم اجل غير معين، مثلا حق الانتفاع، الماده 79 من دوره الحق العامه، انا اعتبر من التطبيقات الحيه للاجل ان الانسان او حق العمراء قد يعمل منزلا او يعطي حق الانتفاع الى غايه الوفاه. فالاجل المتفق عليه هو
الوفاة، وذلك الحق ينتهي لزوما بوفاة المنتفع مادة 79 من القانون العائلية، لكن أجر غير معلوم، الوفاة محسوبة ولكن أجر غير معلوم، وبالتالي فيمكن أن يكون هذا الأجل ومن تطبيقاته مادة 79 من مدونات الحقوق العائلية، وقد يكون الأجل صريحا كما تطرق له الشرع فصل 126 وقد يكون زمنيا وما تطرق له الشرع الفصل 127. ثم هناك تقسيم آخر الأجل من حيث مصدره، هما ثلاثة أنواع من حيث مصدره، إما أن يكون أجلا اتفاقيا، وإما أن يكون أجلا قانونيا، وإما أن يكون أجلا قضائيا. فالأجل الاتفاقي يكون ممنوحا للطرفين معا كالوعد بالبيع، من أمثلة التطبيقات الحية الوعد بالبيع، وقد يكون للطرف للبائع وقد يكون للمشتري وقد يكون لكلاهما. كذلك الأجل القانوني والذي يكون مصدر القانون كالانقضاء أو الأمد يكون محدودا في 40 سنة حسب التعديل من الحكومية، وقلنا حق الانتداء وكذلك الوكالة. ثم الأجل القضائي أو ما يسمى بنظرة الميسورة، تطرق على المشرع الأجل في الفصل 127 من قانون تنظيم العقود، ولتكون لنا نظرة شمولية لا يمكن أن نتحدث عن الأجل القضائي ونبقى منغلقين عن فصل 126، بل يجب أن نذهب إلى الفصل 243 من قانون تنظيم العقود، هي فقط ثانية التي تحدث بظاهرة 18 مارس 1917 التي تتحدث عن الأجل القضائي أو نظرة الميسرة التي نحوها القاضي، ونقارن مع المادة 149 من قانون حماية المستهلك ويسمى بالإمهال القضائي. إذا إذا تحدثنا عن الأجل القضائي وكان هذا السؤال، يجب أن نوظف الفصل 120 والفصل 243 التي تعتبر تطبيقاً للفصل 123، ثم نعرج على قانون حماية المستهلك الذي جاء بمقتضيات أخرى وبشروط أخرى، المادة 149 من قانون حماية المستهلك. نختم بتساؤلين، هو آثار الأجل، قلنا ما ينطبق على الشرط الواقف والشرط الفاسخ، كذلك قسم الأجل إلى أجل واقف وإلى أجل فاسخ. نقطة مهمة، هل يمكن أن يسقط الأجل؟ طبعا بحلول الميعاد، لكن هل يمكن أن يسقط قبل حلول الميعاد؟ في حالتين اثنتين يسقط الأجل، وحالتين اثنتين لا يسقط. الحالة الأولى يتحدث عنها المشرع عند أداء المدينة عليه قبل حلول الميعاد، يقدر المدين يؤدي ما عليه قبل الأجل، فهنا يسقط الأجل ولا يمكن أن يسترجع. مثلا أعطينا واحد المثال، أنا عندي أجل 6 شهور لأداء بعض المبالغ المالية، فأنا أديتها في مدة 3 شهور، ولم أكن أعلم بالأجل ممنوع لي، فما عنديش الحق المشرع منع استرجاع، ولكن مثلا أديتي لا يمكن التمسك لأن الأجل لم يحل. هنا ثانيا ما يسمى بحالة الفرق بالإفلاس على السياق الزمني، الآن المشرع يتحدث عن الصعوبة في المقاولة في المادة 622. حالتين لا ينتهي معهم الأجل، وهما حالتين مهمتين تطرق عليهم المشرع فصلين 115 من قانون تنظيم العقود والفصل 116، هما حالة الوفاة. فحالة الوفاة لا ينتهي الأجل لأنه ينتقل إلى الخلف العام، وهذا تطبيق من تطبيقات الفصل 229 من قانون التزامات العقود الذي يجعل التزامات تنتقل إلى الخلف العام. بالتالي المشرع في الفصل 115 يطبق لنا هذه النظرية ويقول أن الأجل لا ينتهي ويعطي الحق على الخيار للورثة. والمسألة الثانية كما قلت لكم في السياق الزمني تحدث من شرح 15 في الفصل 116 يتحدث إذا أصيب أحد المتعاقدين الذي احتفل النسب بحق الخيار بالحمق أو مسألة آلية، يتحدث عن الحمق الآن عندنا مدونة الأسرة تصدر عن الجنوب حق آلية. إذا هذه الحالتين فقدان آلية بالحمق نقصان آلية أو الوفاة لا يسقط الأجل، وإنما يستمر للخلف العام أو لمن تولى النيابة الشرعية عن المستفيد من الشرط. نختم بتساؤل أخير، ونقول إذا كان عندنا سؤال الأجل نقرر في الفقرة الأخيرة. قلنا الأجل هو ميعاد، والسؤال الذي سيطرح عليهم كيف يحتسب هذا الأجل؟ القاعدة العامة المعروفة لدينا في قانون الإثارة المدنية وطبقتها مجموعة من القوانين من ظاهرة السحب العقاري هي أن الأجل كاملة لا يحتسب اليوم الأول ولا يحتسب اليوم الأخير، وإذا صادف اليوم الأخير يوم عطلة يعتبر اليوم الأخير واليوم الموالي. الأجل قانون تنظيم العقود خرج عن هذه القاعدة من خلال الفصل 130 131 132 132. ماذا تقول هذه الفصول المجتمعة؟ يمكن الرجوع إليها، وأنصحكم
الذراع من القانون التزام العقود من نص القانون أقول لا يحتسب اليوم الأول. إذا الفصل 101 لا يحتسب اليوم الأول. ثانيا أن انتهاء الأجل يكون في يوم آخر لا يوم الموالي. ثالثا حدد المشرف قسم 30 الأسبوع 7 أيام الشهر 30 يوما والسنة 365 يوما. بالتالي ننتقل نحسب الأجل السنة الميلادية أو السنة الشمسية بالسنة القمرية. والفصل 133 إذا وافق حول الأجل يوم عطلة رسمية اعتبر هو اليوم الموالي. بقى الإشكال هو تاريخ العام. نختم به هذا الإشكال الفقهي. لا تحسن التطابق لأن المشرع يقول يحتسب الأجل من تاريخ العام. تاريخ العقد غير محدد. تاريخ العقد ليس هناك تاريخ محدد على اعتبار يكون مميز بين الورقة العرفية والورقة الرسمية عند العدلين أو عند الموثق من تاريخ التلقي ثم تاريخ التوقيع. وإذا كانت الورقة أو العقد الذي يجمع الطرفين أو الورقة العرفية يجب أن نطبق عليه أحكام الفصل 125 من قانون التزام العقود الذي يحدد متى يبدأ سريان الورقة العرفية وإن كان يتحدث عن الغير لا يتحدث عن الطرفين. فأنا أعتبر هذا النص غامض. وكما قلنا لكم في هذه المرحلة مرحلة إعداد الامتحان تجنبوا نظرية فقهية. عندما إن شاء الله تصبحون قضاة أتمنى منكم تفسير هذا النص لأن فعلا يوضع إشكال كبير ما هو تاريخ سريان العقد بين الطرفين. هذا كل ما لدي. أتمنى أن أكون كنت خفيف الظل عليكم عالما طال سيكرمنا بها الله عز وجل. وشكرا مرة أخرى لجماعة سيدي محمد بن عبد الامتياز ولكلية الشريعة العزيزة التي أنتمي إليها وجدانيا وليس عضويا ولكلية الحقوق بفاس ولكل الأساتذة على حسن الضيافة وسعة الصدر وللجنة المنظمة التي شرفتني بأجلس في رجال الأساتذة الكبار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أول شيء أنا أقول شكرا لكم جزيلا لفضيلة الأستاذ الشريف هشام مراكشي على مداخلته القيمة والممتازة المنصومة بأوصاف التزام الشرط والأجل نموذجا، وقد أسسها على مقدمة ركز فيها على ضرورة التميز، ثم محور أول يعني تحدث فيه عن الشرط وتعريفه وأنواعه، ثم تحدث في المحور الثاني عن الأجل تعريفه وأنواعه، وختم بآثار الآجال وحالة سقوطه، ثم طرح مجموعة التساؤلات كيفية اكتساب هذه الآجال، كذلك إشكال التقنية في تاريخ العقد وهكذا. إذن ثم نفتح إن شاء الله بعد المناقشة وللإشارة إذن أستاذين غادرة والأستاذ المراكشي مسؤول عن أسئلة مرتبطة بموضوع مداخلتي في انتظار إذا التحق الأساتذة المسجلة أسمائهم في هذه في الجلسة التكوينية الأولى. وشكرا على حسن الاستماع والإصغاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.